تفضل يا ابو سلطان معنا على الخط. السلام عليكم. وعليكم السلام. عليكم السلام. يا شيخ انا حلفت لي يمين، زوجت بنتي قبل شهر، وبعدين حلفت انها ما تجيب النقشات لي هي ولا ما تجيب النقشات عندي في البيت. قبل الزواج بيوم واحد جاب النقشات وجاب على مدار يومين. وميزت انا حلفت قلت جبت النقشات ما يكون الزواج هذا، والله ما يكون. وبعدين جبنها وميزت بين المشكلة كذا وكذا، وإن المشكلة ذيك أكبر، وظليت على يميني ما دافع. شكرا يا أخي. أنت زوجتها وتم العقد والحمد لله، أما حلفك أنها ما تأتيك بشيء وجاءت بشيء فأنت حنثت في اليمين، تكفر عن يمينك والحمد لله. إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فإن لم تجد تصوم 3 أيام. نعم.